استاذه امل، قد ايه التغطيات الصحفيه ممكن تبقى على المحك يعني لما يبقى حاجه الناس كلها خايفه منها، في اختلاف ممكن يكون مجتمعي عليها، صحيح في راي طبي علمي رصين ولازم يعني ندي له ثقه كبير جدا في اي حديث مشابه، بس برضو انتوا في الصحافه بالتاكيد عندكم، واحنا المفروض ان احنا بنجيب الراي وراي الاخر. حكايه انه حرب بيولوجيه او تطور بيولوجي حصل في الفيروس، دي وجهتين نظر موجودين، وممكن هتلاقي الناس بتصدق ده جدا ومؤمنه بيه جدا، وناس على الجانب الاخر يعني ممكن تصدق الجانب الاخر، ولو ان احنا بطبيعنا بنميل اكتر طبعا لنظريه المؤامره والحرب البيولوجيه بطبيعتنا، لان احنا دايما عندنا احساس ان في شفافيه، ده جزء من تكويننا يعني. لكن هي في نتيجه ومحصله وحيده انا بشوفها، يعني انه احنا في الاخر ما احناش طرف هذه الحرب، سواء كانت حرب او تطور طبيعي، لكن هي الاهم ان احنا وصلنا نتيجه العولمه اللي حصل ده، حاجه حصلت بسبب نظام العولمه اللي في العالم اللي بيحكم العالم دلوقتي، ان حاجه بتحصل في الصين تتاثري بيها في مصر، حاجه تحصل في امريكا تتاثري بيها هنا، ده الحاصل في العالم. احنا بنتاثر بهذا الامر، علينا ان احنا نعرف ازاي نواجهه، ازاي نجابه، ازاي ان احنا نعلم الناس. انا شايفه انه اللي حصل ده وانه يمكن تاخر وصول المرض لغايه دلوقتي في مصر، ده من لطف ربنا بينا، انه عشان الناس تبتدي تاخد احتياطات كبيره. لابد ان انا عايز اقول انه في المواصلات العامه، في الـ في الـ في الـ في, الـ في المدارس، في النوادي، لازم الناس تخلي بالها ما تحطش ايديها على الاسطح بسهوله، لو حطت ايديها او اضطرت مثلا تسند لازم تغسل ايديها بعد كده، تحاول تعمل الاجراءات البسيطه اللي هي تساعدهم على انه من النهارده، على فكره مش لازم استنى لغايه ما يبقى المرض عندي 1000 ولا 2000،